على الكافيهات وهي حملة مكثفة في أماكن مختلفة. فالحقيقة إحنا ضد أي مخالفات، وحتى بنسأل هي ليه أصلا نشأت المخالفات وليه سيبنا المخالفات تنشأ، خاصة أنه الناس بتشتغل. وتساءلنا هو كان لازم يموت الدكتور محمود بيومي خريج الجامعة البريطانية وهو بيشوف ماتش كورة، مباراة نهائي بطولة أفريقيا، كان لازم يموت علشان الحملة تقوم وعلشان الناس تفوق وتكتشف أن في عالم آخر لا نشاهده، عالم هذه الكافيهات اللي بيختلط بيها بعض وسائل الانحراف المختلفة، مش كلها طبعا، لما بقول ده مش كلها يعني بدليل انه بعضها بيشتغل وما بيحصلش فيه يعني خدش واحد حتى لمواطن يعني، ولا بتحصل فيه مشكلة. لكن الحملة بشكلها اللي شفناه بالتكسير بالتحطيم، انا تحفظي الوحيد على انك تكسر وتحطم وانك ممكن تقفل، خاصة انت هنا بتكسر وتحطم اموالا يعني. ولما بتصادر انت يعني في مزاد شهير جدا، مزاد للمضبوطات، احنا كنا حتى عملنا معاكم هذا المزاد يعني. شوفوا التكسير اللي احنا تناولنا امبارح وقلنا يعني ليه التحطيم والتكسير بهذا ما هي فلوس يا اخ، خدها انت واديها للمرضى، خدها انت واديها لحد تعبان مش لاقي يتعالج. الواجهات دي بعض الواجهات الزجاجية تكلفتها أكتر من 50,000 جنيه وأكثر يعني، الواجهة بس الواجهات الزجاجية دي اللي بتتكسر دي. فأنا تحفظي إنك تولع النار في فلوس كده، ده أشبه بالظبط إن عندك فلوس وبتولع فيها النار، هتشمع، هتقول له تعالى شيل الإزاز ده قدامي كده، لو مش كده طب يا سيد خل انت اخلع الزجاج كده. امبارح كان معانا رئيس الحي وقال الكراسي والحاجات دي بنوديها الملاجئ، يعني بتقدر او تستفيد بدلا من التكسير والتحطيم. انا بس تحفظي على اسلوب المغول، ما دخلوا مدينة الا واشعلوا النار فيها وحرقوها كلها وكسروا كل ما فيها وحطموها. فانا بشوف كده انه هنا الواجهة دي التندة دي التندة الخشبية كل دي فلوس، خدها ادي تمنها المرضى او اديها لاصحابها، ويا جماعة شمعوا يا جماعة قفلنا. يقول لك اصله بيفتح تاني، ما هو ده معنى كده انه في حكومة هشة ومحافظة هشة ومحليات هشة، ان هو يبقى اقوى منك انك تشمع له فيفتح تاني. وكمان لما سمعنا امبارح حد يقول لك ده انا واخد ترخيص من السياحه، الحي يقول لك لا انا ماليش علاقه بترخيص السياحه. تخيلوا العشوائيه، يعني مفيش، كانه مفيش حكومه واحده ومفيش دوله واحده. ده احنا حتى قلنا فين وفين لما قلنا المستثمر لازم الشباك الواحد، لانه المستثمر كان بيجي كده بياخد موافقة من هنا فيقولوا لا احنا مش معترفين بدي، لازم تجيب لها موافقة من هنا، وعايز موافقة تالتة وخمسة وسبعة، فيقعد يلف على موافقات. الشباك الواحد هو هياخد، هيتعامل مع جهة واحدة ومع شباك واحد يعني. فتخيلوا الناس دي خدوا موافقات وخدوا تراخيص من السياحة، الحي بيقول لا احنا مش معترفين بيها. لما تكسر وتحطم كل دي فلوس، واجهات زجاجية تمنها كان ممكن انك حتى يعني زي ما بقولك تعامل معاها زي المضبوطات اللي انت بتضبطها في مزادات لكل انواع المضبوطات من مجوهرات وحلي وكل اشكال المضبوطات بتعرض في مزاد وبيتاخد فلوسه كده وزارة المالية على اعتبار انها بتدخل في خزينة الدولة يعني مخالفات. فبدلا من اننا اكسرها واحطمها واضيعها كده، هي ضاعت اهي. واجهات زجاجيه، ازاز ثمنه غالي، تندات خشبيه،
انا الفكره كلها في التكسير والتحطيم. طب هل القانون يتيح له كده؟ هل القانون يتيح له انه يدخل ومش يكسر كمان بس الواجهات الزجاجيه، ده بيدخل كمان يكسر جوه؟ هل القانون يتيح ذلك؟ وكمان ليه ما استفدش بس من هذه الاموال اللي انا بشوفها اهو بتضيع قدامي، بيدندن كمان يعزف لحنا، اهو بيكسر الازاز وبيستمتع وهو بيعمل كده. مخالف شمع ويقول لك انه هيفتح تاني، يبقى انت يعني عاجز. وخد يا سيدي الازاز، خده واعمل عليه مزاد لكل كل ما استطعت انك تجمعه من المخالفات دي، كراسي، واجهات زجاجية، تندة خشبية، مظلات، اي حاجة خدها وكده اعرضها للبيع في اي مكان واديها لمرضى بيتعالجوا. انما التكسير والتحطيم ده هو ما تحفظنا عليه. السؤال التاني بقى الاهم، في اي دولة في العالم عاوز تعرف نسبة البطالة فيها كام، شوف عدد المقاهي فيها قد ايه. وعدد المقاهي في مصر، هي ليه بتزيد عدد المقاهي والكافيهات في مصر؟ ده بيتعلق بحالة البطالة، يعني القهاوي دي كلها ليه الناس بتزيد فيها والأعداد بتزيد، هي مقياس لحالة البطالة. والقهاوي دي كمان والكافيهات اللي احنا حطمناها وكسرناها، ما هي فاتحة بيوت، طب ما أنا كنت أقنن أوضاعها والمخالف منه تعالى وغرمه واعمل كده، وسائل مختلفة، ونعمل لجان سريعة جدا تطبق القانون بحسم، يعني وانت مش محتاج لجان ولا حاجة، يعني ده تطبيق القانون. لكن ما عملناش كده، احنا فضلنا اقفل كسر حطم. فطبعا في يعني في الوقت اللي في حالة بطالة شديدة، وكل ده معناه ايه؟ انه مش معنى كده انه يبقى فيه بلطجة او يبقى فيه مخدرات. ما هو ايه اللي بيسمح بده؟ انه مفيش جهات اشرافيه ومفيش جهات بتراقب هذه الاماكن. يعني حد مثلا بيبيع مخدرات في هذه الكافيهات وانت سايبه، طب مش في اقسام الشرطه وفي ادارات معينه سواء للاداب للمخدرات لكل هذه الاشكال، امن عام للبلطجه، كل ده بالاضافه الى اسم الشرطه في المنطقه نفسها. ما انت لو بتنفذ القانون وتطبق القانون بشدة، مش هنقول اللي احنا قاعدين نقوله ده. اصلها اصبحت تجمعات للبلطجية وانها بيبيعوا فيها المخدرات وفيها الدعارة، فهنا باخد الصالح مع الطالح، باخد الكويس مع الوحش. قفلنا عددا كبيرا من الكافيهات، حطمنا، هدينا، وقفلنا بيوت وما طبقناش القانون لانه القانون كان نايم. وهل كان لازم نستنى ان محمود بيومي يموت علشان؟ طب ما هو معنى كده انه بعد شهر لما تخف الحملة ولما تجف دماء محمود بيومي هتستمر تاني هذه المهازل. ما هي كانت موجودة وانت ما استيقظتش الى بعد ما تحولت الى قضية رأي عام. خلونا نتأمل في المشهد بكامله ونقول للناس افتحوا والتزموا بالقانون وطبق عليه القانون. اللي هنا هيبقى عنده انحراف في اي مجال هيحاسب. اللي هيبقى عنده مخالفات، يعني الناس اللي عملت هذه المخالفات، طب ما انت معدي، واحنا قلنا ده امبارح، قلنا انه ده اشبه بالسيدة الحامل في الشهر التاسع اللي لا يمكن ابدا انك تقول انا مش شايفها يعني. وقلنا كمان انه ده حمل سفاح، لانه المخالفات دي كلها مش ممكن حد يعملها الا لما بيدفع المعلوم. ما تشوفوا حجم الفساد في المحليات اللي بيؤدي الى هذه الصوره. وبعد كده بنقفل بيوت ونقفل كافيهات، وفي النهايه ما طبقناش القانون لان القانون كان نائما. وبعد شهر هنرجع تاني وهيبقى نفس الاسلوب، اسلوب الاستغمايه، تعالوا ندي من تحت لتحت لغايه ما يموت حد تاني فيقوم تحصل حمله من جديد وهكذا يعني. انما لو قلنا تعالوا يا جماعه الاماكن دي فاتحه، وبعدين يطلع البعض يقول لك اصلها في مناطق سكنيه، طب هو اصلا خد ازاي ونشا ازاي؟ انت جاي تحاسبه دلوقتي؟
بعد ما خد ترخيص وبنى وبيجيله زباين وجايين نحاسبه انه في منطقة سكنية، جايين نحاسبه دلوقتي؟ يعني فين جهات الدولة المشرفة على كل ده؟ ده بس للملاحظة.